عشرات القتلى والجرحى في تفجير شرقي العاصمة العراقية، 60 قتيلا في سوريا، وتواصل القصف على المليحة بريف دمشق لليوم الرابع. خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير محمد بن سلمان وزير دولة عضوا في مجلس الوزراء. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة المجد نحييكم، وهذه نشرة الأخبار. ليس هذا مشهدا سينمائيا نفذه مصمم لإحدى المعارك تحت قيادة مخرج لأفلام الحركة الأكشن، ولكنه الواقع الأليم في عراق المالكي الذي حول عراق الخلافة وحاضرة الرشيد إلى هذا الوضع المأساوي الذي ترويه هذه المشاهد، والتي هي أبلغ من أي كلمات. أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن 60 شخصا قتلوا خلال أحدث عمليات القصف التي شهدتها أنحاء المدن الثائرة. وأشارت الهيئة إلى أن أغلب الضحايا سقطوا جراء القصف المتواصل على ريف دمشق، لا سيما بلدة المليحة التي يحاصرها النظام منذ أكثر من 20 يوما. يخسر الأسد في جزء فإذا به يعاقب الكل، ذاك هو الحال في درعا التي سيطرت فيها قوات المعارضة السورية على حاجز استراتيجي يربط المحافظة بدمشق، فإذا بالنظام يرسل طائراته لمعاقبة الدرعويين جميعا. فبحسب نشطاء، فقد شن الطيران الحربي غارات عدة على تل الجابية العسكرية، بينما أوضح اتحاد تنسيقية الثورة السورية أن النظام شن 4 غارات بالبراميل المتفجرة على محيط المنطقة ذاتها. وأضاف الناشطون أن قوات المعارضة تسعى بعد أن سيطرت على التل إلى التقدم والسيطرة على مناطق عسكرية أخرى، منها تل الجموع وأم حوران. وفي ريف درعا أيضا سقط عدد من الجرحى جراء قصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على بلدة سيل، بينما أعلن مقاتلو المعارضة عن تدميرهم آليات عسكرية للنظام خلال اشتباكات في درعا المحطة. وفي ريف دمشق قال اتحاد التنسيقيات ان قصفا بالهاون استهدف بلدة المليحة بريف دمشق الشرقي تزامنا مع اشتباكات على عدد من الجبهات بالبلدة، مشيرا الى ان عدد الغارات الجوية على البلدة ذاتها ارتفع الى 5 غارات.
وبث ناشطون فيديو يظهر قيام الجيش الحر وهو يفجر مبنى كانت تتحصن به قوات النظام على جبهة بلدة المليحة. ووفق الفيديو تم تدمير المبنى القريب من إدارة الدفاع الجوية. أما في الشمال حيث حلب فقد دارت اشتباكات عنيفة في محيط فرع المخابرات الجوية وفي أحياء الشيخ سعيد والراموسة والليرمون. وأضاف الناشطون أن كتائب غرفة عمليات أهل الشام تمكنت من تفجير مستودع ذخيرة لقوات النظام المتمركزة في معمل الأسمنت بحي الشيخ سعيد. العنف لم يترك إدلب على حالها، إذ أوضح مركز صدى الإعلامي أن مقاتلي الجيش الحر قصفوا بصواريخ جراد تجمعات النظام بقرية الفوعة، بينما رد النظام بقصف طريق بنش تفتناز وبلدة مرعيان بريف إدلب. وفي اللاذقية ذكرت سوريا مباشر أن قوات النظام قصفت براجمات الصواريخ والهاون مدينة كسب بريف اللاذقية، بينما استهدف مقاتل الجيش الحر بالهاون مقر قوات النظام في محيط البرج 45 بريف اللاذقية، بينما دوت أصوات الاشتباكات العنيفة بين الفئتين بمحيط جبل تشلما. الحناجر واصلت الهتاف في أرجاء سوريا قاطبة، إذ خرج السوريون في جمعة حملت عنوان تطهير الرقة من عصابة البغدادي، وذلك في إشارة إلى دعمهم للجيش الحر في مواجهته مع عناصر داعش المدعومة من الأسد ومن خلفه إيران. في ظل القصف المتواصل في سوريا والبراميل المتفجرة التي لا تنقطع مستهدفة الأبنية السكنية والمحال التجارية بل وحتى المنشآت الحيوية، عمد السوريون إلى ابتكار أفكار قد تقيهم بأس هذا القصف أو حتى تقلل من آثاره. مراسلنا في إدلب رصد بعضا من تلك الأفكار ووافانا بالتقرير التالي. في ظل القصف المتواصل الذي تشهده مدن وقرى ريف إدلب، ونتيجة لتركيز النظام على استهداف التجمعات السكنية وأماكن التواجد الكثيف للمدنيين، كان من أهم تلك الأهداف الأسواق التجارية والشوارع العامة، مما اضطر أصحاب تلك المحال إلى السعي لإيجاد وسيلة تخفف عنهم الأضرار البشرية والمادية الناتجة عن القصف. فكان بناء السواتر والمتاريس امام تلك المحلات. والله كنا واقفين هون بزيت قذيفة هونيك عند جيراننا، شوف الشاب هونيك عامل متاريس استفاد منه الحمد لله، مع انه القذيفة كان قريب كثير عليه، والشباب هونيك بسبب الشظايا استشهدوا بسبب عدم وجود المتاريس الله يتقبلهم، والحمد لله نحن كنا جوا هيك بعيدين شوي، الله حمانا وراح شبين وصار في شوية اصابات. تتنوع أشكال المتاريس تبعا لطبيعة المحل الموجودة أمامه، وكثيرا ما تكون السواتر من طبيعة السلع الموجودة ضمن المتجر، ولكن تبقى الغاية منها واحدة. بسبب كثافة القصف اللي بيستهدف التجمعات السكنية والمدنية، اضطرينا لإقامة متاريس أمام الصيدلية لحمايتها من القذائف والشظايا الناتجة عنها. وتعرضنا نحن بالايام القليله الماضيه لقذيفه بسبب المتاريس، كانت الاضرار خفيفه جدا، وبنصح الناس كلها يعني المحلات انه تعمل المتاريس للتخفيف من الاضرار الناتجه عن هذه القذائف. البيوت القريبه من الاسواق واماكن التجمعات لجأ اصحابها ايضا لنفس الاسلوب لتحصيل نفس الغايه، وهي حمايه عوائلهم وممتلكاتهم من القذائف الغادره. مدن وقرى مأهولة بالسكان باتت أشبه بالقطع العسكرية نتيجة الدشم والمتارس التي وضعها أصحاب المحال التجارية لحماية أنفسهم من قصف النظام المتواصل. عبد الرحمن سيد، قناة المجد الفضائية، من مدينة بنشفير في إدلب. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعفاء الأمير عبد العزيز بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء من منصبه بناء على طلبه، كما تضمن الأمر الملكي تعيين الأمير محمد بن سلمان وزير دولة عضوا في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عمله الحالي كرئيس لديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. 3 قتلى وعشرات الجرحى في اشتباكات بين الأمن المصري وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون خلال اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي خلال تظاهرات مطالبة بعودة الأخير إلى الحكم. وبحسب مصادر طبية فقد سقط قتيلان أثناء تفريق قوات الأمن مسيرات في الفيوم جنوب القاهرة، في حين سقط شخص في اشتباكات مماثلة بمحافظة المنيا جنوبي البلاد. وقال شهود عيان إن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق تظاهرات أمام جامعة الأزهر بالقاهرة، وذلك قبل أن تعتقل عشرات المتظاهرين في الجيزة. شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية على ضرورة المضي في إنجاز المصالحة والوحدة الوطنية دون إعاقة أو تأخير ورفض الضغوط الخارجية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين. في الأثناء قدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله استقالته إلى عباس، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الحمد الله قوله إن تلك الاستقالة تأتي في إطار حرصه على إتمام عملية المصالحة والتي ينص أحد بنودها على تشكيل حكومة توافقية خلال 5 أسابيع وإجراء انتخابات بعدها ب6 أشهر على الأقل. وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحقيق المصالحة مع حركة حماس بغير المفيد على حد قوله. وأكد أوباما خلال زيارته لكوريا الجنوبية أن إدارته لن تتخلى عن جهود السلام التي يقودها وزير الخارجية جون كيري لدفع عملية السلام المتعثرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وكانت إسرائيل أعلنت أمس تعليق المفاوضات مع الفلسطينيين إثر اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس في قطاع غزة الأربعاء الماضي. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية باعتقال شقيقين من بلدة إذنة غربي الخليل وإلحاق أضرار كبيرة بمنزلهما. في الأثناء قمعت قوات الاحتلال مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار العنصري في قرى بلعين ونعلين والنبي صالح غربي رام الله والمعصرة جنوبي بيت لحم، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق. كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أوصت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم إقرار تشديد الحصار على قطاع غزة كرد على اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا فتح وحماس. ولفتت التقارير إلى أن توصية الجيش جاءت خشية الذهاب نحو تصعيد عسكري من المقاومة الفلسطينية. في سياق متصل تواصل السلطة الفلسطينية تدريب عناصر الأمن لبسط سيطرتها على الضفة كبديل لحكومة الاحتلال. حتى وإن ظل الاستقلال بعيد المنال فإن قوات الأمن الفلسطينية تواصل تدريباتها استعدادا لقيام دولة فلسطينية. ورغم تأكيد القوات الفلسطينية التي أشرفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تدريبها، رغم تأكيدها أنها جاهزة للعمل وتولي المسؤولية الأمنية، فإن إسرائيل لا تريد التخلي عن السيطرة العسكرية على الضفة الغربية، حيث يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمن في قمة أولوياته في المفاوضات التي علقتها إسرائيل الخميس بعد الإعلان عن المصالحة بين حركتي فتح وحماس. المتحدث باسم القوات الفلسطينية عدنان الضميري أكد أن القوات الفلسطينية جاهزة لتحمل المسؤولية، لكنها لا تستطيع أن تثبت قدراتها لأن إسرائيل لم تتخلى عن السيطرة على الضفة الغربية ولا تريد أن تلتزم بالاتفاقات. الأجهزة الأمنية هي جاهزة جهوزية عالية من ناحية التدريب ومن ناحية الهيكليات ومن ناحية التأطير ومن ناحية الالتزام والانضباط لقرار المستوى السياسي بالسيطرة على كل المناطق الفلسطينية، وهي جاهزة لذلك، تعد نفسها لذلك منذ فترة طويلة. لكن الإسرائيليين هم الذين يعني لم يلتزموا بالاتفاقات. في المقابل ترى إسرائيل أن أي اتفاق من أجل السلام يجب أن يبقي المهام الأمنية في أيدي الإسرائيليين للرد في الوقت المناسب على ما تسميه التهديدات في المنطقة.
أعتقد أنه في أي صفقة أو اتفاق أمني للسلام يجب أن تبقى الترتيبات الأمنية في أيدي الإسرائيليين، مثل قدرات السيطرة على الحدود والمجال الجوي وغيرها من الأمور الكثيرة المهمة لأمن إسرائيل. تصريحات تؤكد أن الأمن سيظل الهاجس الأهم للإسرائيليين، غير مدركين أن هذا الأمن لن يتحقق إلا بزوال احتلالهم الأراضي الفلسطينية والتخلي عن سياسات الاستيطان التوسعية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: احتجاز 13 مراقبا أوروبيا شرقي أوكرانيا، وكييف تتهم موسكو بالسعي لإشعال حرب عالمية ثالثة. احتجزت قوات موالية لروسيا 13 مراقبا عسكريا تابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك خلال زيارتهم مدينة سلوفيانسك شرقي أوكرانيا. وقال متحدث باسم تلك القوات إن المجموعة المحتجزة كان بحوزتها مواد مشبوهة، مشيرا إلى أن أحدا لم يمسهم بسوء وسيطلق سراحهم بعد إجراء مزيد من التحقيق. من جهتها أكدت المنظمة الأوروبية أنها فقدت الاتصال مع فريقها الذي تقوده ألمانيا، لكنها أشارت إلى أن أعضاء فريق المراقبة التابع لها في وضع آمن. في الأثناء دعت موسكو سلطات كييف إلى إيقاف كل عمل عسكري في المناطق الشرقية من البلاد. وبحسب بيان صادر عن الخارجية، طالبت موسكو جارتها الأوكرانية بسحب الجيش من المناطق المضطربة ووقف العملية التي أطلقتها لوقف ما تسميه الإرهاب. هذا هو باختصار ملخص الأزمة الأوكرانية: ضغط روسي ودعوات للانفصال، وفي القلب حكومة أوكرانيا عاجزة إلا عن الاجتماع وإطلاق التصريحات. ففي مشهد يعكس عجزا كاملا عن مواجهة الدب الروسي الهائج، خرج رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك ليتهم موسكو بالرغبة في بدء حرب عالمية ثالثة قد تمتد لتشمل بقية أنحاء أوروبا، داعيا المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومته الناشئة في مواجهة هذا العدوان. روسيا حريصة على إشعال حرب عالمية ثالثة، تتحمل القيادة الروسية المسؤولية الكاملة عن العدوان على الأراضي الأوكرانية وتقويض الأمن الدولي. إنها دولة تتصرف كعصابات مدججة بالسلاح. لغة الرجل الغاضبة جاءت بعدما همس قائد جيشه في أذنه بأن القوات الروسية تقدمت نحو الحدود الأوكرانية بمسافة كيلومتر واحد، وذلك خلال مناورات تجريها تلك القوات على مرمى حجر من تلك الحدود. أضف إلى ذلك ما تواتر إليه بشأن إصابة مروحية للجيش الأوكراني جراء إطلاق نار من قاذفة صواريخ بينما كانت متوقفة في مطار كراماتوريسك في الشرق الساعي للانفصال. هجوم رده الجانب الروسي بالتأكيد على أن تلك اللغة التصعيدية لم تكن لتأتي لولا دعم غربي وأمريكي، وهي الجهات التي أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنها تسعى إلى السيطرة على أوكرانيا تحقيقا لمصالحها لا مصالح الأوكرانيين. لافروف زاد من الهجاء بيتا بعدما اتهم السلطات الناشئة في كييف بشن حرب على مواطنيها في الشرق وإسقاط قتلى منهم لا لشيء سوى أنهم يعارضون سياسة هذه الحكومة. كييف تشن حربا على مواطنيها، هذه جريمة دموية، ومن تسبب في ارتكابها سيدفع الثمن وسيواجه العدالة، وهي للأسف لم تسع بحسب اتفاق جنيف الى اخلاء ساحة الاستقلال ولا نزع سلاح جماعاتها في كييف، برغم انها
تطالب سكان الشرق بذلك. اتفاق جنيف الذي ذكره لافروف كان هو موضوع النقاش بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي عربت عن قلقها الشديد حيال الوضع المتوتر في شرق أوكرانيا. وقبل أن تغلق ميركل الهاتف مع بوتين، راحت لتذكره بأن عدم الاعتناء بطلبها سيكلف روسيا عقوبات إضافية، وهو التهديد الذي رأى فيه مراقبون إشارة إلى أن المترجم المشترك كان في إجازة خلال هذا الاتصال. احتشد نحو 50 ناشطا ماليزيا أمام مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة كوالالمبور احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المقررة غدا السبت. وتجمع عشرات الناشطين أمام المسجد القومي الذي ينتظر أن يزوره أوباما أثناء وجوده في البلاد، حيث وقف المحتجون خارج المسجد رافعين شعارات تطالب بمنع أوباما من زيارة المسجد. وكان الرئيس الأمريكي بدأ جولة آسيوية الأربعاء الماضي استهلها بزيارة اليابان ثم كوريا الجنوبية، وتقوده أيضا إلى الفلبين. أفادت السلطات الباكستانية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء انفجار قنبلة بحي كليفتون بكراتشي عاصمة إقليم السند جنوبي باكستان. وأسفر الانفجار عن تدمير عدد من السيارات والأبنية القريبة من الحادث الذي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه. يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء نواز شريف للوصول إلى اتفاق سلام مع عناصر طالبان لإنهاء العنف الذي أودى بحياة الآلاف خلال السنوات الأخيرة في البلاد. لقي 75 شخصا مصرعهم ودمرت آلاف المنازل شمالية أفغانستان إثر سيول نجمت عن أمطار غزيرة بدأت في وقت متأخر أمس الخميس واستمرت حتى اليوم. وأفاد مصدر أمني بإقليم جوازجان بأنه الإقليم الأكثر تضررا، حيث لقي نحو 40 شخصا مصرعهم في هذا الإقليم وحده. ويقوم الجيش الأفغاني بتقديم المساعدة لفرق الإنقاذ مستخدما المروحيات للوصول إلى المناطق المتضررة. أعلنت الحكومة المصرية أنها ستحاول توفير نصف الأموال التي تنفقها على دعم القمح عبر إصدار نظام جديد للبطاقات الذكية لضمان وصول رغيف الخبز المدعوم إلى مستحقيه فقط. مع بدء موسم حصاد القمح في مصر، تدور تساؤلات مهمة في أرض الكنانة حول إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي الذي يشكل الأساس لرغيف الخبز في البلاد، وهو العنصر الرئيس في النظام الغذائي المصري. الحكومة المصرية حسمت هذا الأمر بالنفي، إذ أكدت أن الواقع يؤكد أنه لا قدرة لمصر في المرحلة الراهنة على تحقيق الاكتفاء الذاتي. لا أعتقد أننا نستهدف الاكتفاء الذاتي من القمح، ولا أعتقد اقتصاديا أن هذا هدف منشود. وزير التموين المصري خالد حنفي وخلال جولة تفقد خلالها بعض الحقول أثناء الحصاد قال إن مصر بحاجة لزراعة محاصيل أخرى في الأراضي الزراعية المصرية المحدودة، مشيرا إلى أنه سيكون من غير المجدي الاكتفاء بزراعة القمح فقط. وفي مسعى لتوفير الأموال التي تنفقها الحكومة على دعم رغيف الخبز، أكدت الحكومة المصرية أنها بصدد إصدار نظام جديد للبطاقات الذكية لضمان وصول رغيف الخبز المدعوم إلى مستحقيه فقط، بعد أن أصبح الدعم عبئا ثقيلا على نحو متزايد على كاهل الموازنة العامة للدولة. البطاقات الجديدة ستساعد الحكومة على منع المواطنين من الشراء بكميات كبيرة، ومن ثم توفير نحو 11 مليار جنيه مصري، وهو ما يعادل تقريبا نصف ما تنفقه الحكومة لدعم رغيف الخبز سنويا. ثورتان شهدتهما أرض الكنانة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كان الخبز أو العيش باللغة الدارجة هو أول مطلب فيهما، حيث لا يزال الخبز المدعوم يمثل شريان الحياة للكثير من مواطني مصر التي تعد من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم إن لم تكن أكبرها على الإطلاق. في ختام نشرتنا نذكر بأهم العناوين.
عشرات القتلى والجرحى في تفجير شرقي العاصمة العراقية. 60 قتيلا في سوريا وتواصل القصف على المليحة بريف دمشق لليوم الرابع. خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير محمد بن سلمان وزير دولة عضوا في مجلس الوزراء. ختام نشرة الأخبار من قناة المجد، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.